بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت وحن مقلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو استقوا يسأل لويدين عن الماء به حقه بياس ويكون أهاني في الفلات ميلها صحرها بلك علاذي صحرها ليلة ذا يا الله دقين بحقوية ذا. وهو يسأل يسأل لويدين أيان مقليب لنبي لويدين عن الماء ويكون أهاذا في الفلات ميلها صحرها بلك علاذا ومن الأرض بلك كمل إيه وما شيء ينوبه بيها ككل تمية ومن السباع هو هاي دورتشوكتا أما الدقاقة ومن السباع الدقاقة والدواب وحيالها روكا كفر سعودا. فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرتي كان وهذا الماء بيه قلتين لو أشون لم يحمل محمباريو الخبث والسخط أما نتشاسل محمبار صنعي بمعنى ما أقبل أيوه. وهو حوري الخمسة شنتي باوري شنتي باوري. وفي لفظ لفظك لوحى كسوغا وفي لفظ ابن ماجه ابن ماجه لفظك سوحى كسوغا ورواية لأحمد هي رواية أحمد أوليه وحى كسوغا لم ينجسه من نتشاسين يشيء محمد نتشاسين بمعنى وحو فصير يا لفظ قاسي لم يحمل الخبث يعني نجاسة ما حنبهره معنى يا دمحوية هاي لم ينجسه شيء واحد لفظ قاسي ابن ماجه رواية لأحمد أيها فصير بمعنى من نجاسه بوه لم ينجسه شيء وحمل نجاسية ما ينوبه ذا معنى يا دمحوية وما يريد عليه نوبة بعد أخرى ويعني كلتن كالي لسجدن بينت قلب قصون قشدة كفوليتان قصون قشدة ساسا لقوة ذا معنى سباعا وحل إلى هذا الدقاق خاصة ميتك معدنة ضدك إيو دنيا إيو حيواناتك كلا إيو ويرارة أيال إلى هذا إنت بضل الله استعمالا سيدة لباحة إيو ييدة إيو محوة هاي شبالك إيو حيالها وحاكونا السباع الوغي طلاقا أيضا الشمبرها أيقونا عديد وضا وحكو وعصد يوحد له أيقونا والي لهذا دوابتنا وحلي لهذا والدواب دوابته معنى خاص يمد عامل لهذا وحس لغوضا حيوانات كبيرك وكوكر صعود وحاكونا السوق له وحيالها حماتنا والله يستمر مارك وحيالها الدور فكونا ولو رنبا بيه كعبه ويستقدم النقوني تاسا النبي لو يدي صلى الله عليه وسلم بيها دورك كتيرة أما وراها إيا بلياذ كتيرة أما ملكة لا تبكتير كاسو النبي وحكوكتير وبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين قلتين كوا تثنية قلة قلتنا وحل إذا هي الجرة الكبيرة لله الجرة الكبيرة وأشرون كوين أشرون وين ومن الفخار ودوبلة دبي لقى السمين شري تاسا لله معنا وحلو جمعية قلال قلال بالو جمعية قلتين كاسي مركة قياس طوضة مقاييس تعصر وحيليهين وحيقول لقمان لابا بقلو لتر يعني هالكي قلو وابقل لتر لابا قلو مركة اللي سكوت درانا وابا بقلو لتر بيلي ماشا اي كتبت شافعية فرده تيراوهي 500 رطل بغدادي تقريبا واقع الرطل بغدادي قابا يحقوق ياسين شرين وكو ميزان شرين لكن وحيد هذا واس بدلي قولي تركات الله استعمالا وحيالها ما بريرها مركة تاي راوي معنا قلتين كو مركة ساسي كو إيمانا إلا الله بغلو لتر تقريبا بيكو قياسا بيو هذا مركة هيركا قادم بنبو صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث معناه هذا وحوي من يتشسو ما حنبارو حلقه ولا بمعنى ما أقبره
شيئا مركز حمبار سوى مركز أخش ويسكع الياوة فيو هذي قلتين قالان طبعا يوحي كالسياسة نتشاسده كسو بعضي في حيوانات كعبية يدقاقة كعبية نتشاسده كإيمانيسة إساقا إسكرريبا هايو ما حمبار سنيو ما أقبليو كما تنبضن كرتوي معنا ما صامين ساسا لقبض ساسا لدي بلقذك ابن ماجه يا أحمد لم ينجسه شيء أي عبره معنى هنا اسكمل بمعنى لم يحمل القبض هي لم ينجسه شيء اسكم معنى إيمان سمعنا. طيب حديثك محوء هاي وحديث صحيحة ووحد صحيحي علم فرضا حديث كاس إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث حكم إذا علم هذا الصحيحي الإمام الشافعي طحاوي دارقطني ابن منده خطابي ابن جوزي عبد الحق الأشبيلي بيهقي الإمام النووي ذهبي ابن تيمية ابن حجر شيخ الألباني غير كود علم هذا قار كود باوحي كوع الليان الضراب في السند والمتن لكن ولا قد شوابي أجيبا مركز آخر نصف وآخر سوق وقنعني سأي على قد شوابي حديثك وحديث صحيح وحوفة إذين يا واحد وحوفة إذين يا لما مسألة هما كبضن سألة كوباد وإيمان دون طايب دقاء قدور ككنولي إن على يدي سئي أفكي سئي أي نتاستها وفا إذين تاسي باب كذا لكن وكين دون سعود لشني هكذا لكن وحالوك يعني بيه حديث كي أبي سعيد كان كفر يعني حالي درسي قال لأودن بيه نبي مركي لو يدي صلى الله عليه وسلم حويري الماء طهور لا ينجسه شيء وحمام النجاسية به حديث كاسي وحي ان العموم كيس وحي لقى قاطي بيه اما هيا رادين اما هبضنا ديني نجاسه قاد لي مبا النجاسي سبا عموم كان وحي خصيصي بين النري اجماعة وهدي بيه اوصافت وضصد حدا متك مدى اسبدلو إني النجاسة نقول ايان اما هبضنا دين اما هيا رادين والسكوة فقصي إجماع عاصم مرك عموم كو خصيصي وحرادة بيه إسبدلا هذا إسبدلين أما هاي رادين أما هبضنا دين وحن صوش يقني حديث في هروح وكتوصي إنينا نجاسو بين نجاسدنا أين السامين كلها حديث كان مرك محوش يقوى حديث كان وحوش يقوى بيه بكلا قاضي هذا إلا بقو الله قاران طبعا يوحي كبضا نجاسدو قاريتان كيدو وحما صامينيس هل كان محو كلامي دي هاي حديث كابي سعيد صامة بيو هاتي قلتين يوح كبضن يهين نجاسدو ما صامينيسو من نجاسينيسو وحنا كما قادك انت بيو مرتين لقي هين حديث كان يا حديث كابي سعيد اسكو ميل بيكي استاقي صامة محو حديث كتوصي مفهوم كيسا ماها منطوقي سا. مفهوم كي سوحو كتصي بيها وحي قلتين كير إني نتاسو بيان مركي نتاسو قاعدو لكن وحو كتصي معناها بالمفهوم وللمفهوم المخالف اللي لهذا إيه منطوقة ما منطوقة وحو كتصي قلتين كي وحي كسياسا إني سن نتاس ساميني لكن تاسع وحى لقى فهمي قلتين كوحي خير إني نجسوا يانو أي صامين السمعان تاسع مركب كتوسيا ومعناه زلقى فايدة سنة بيوه هذي قلتين مركب كير يهين إني نجسدو قارتان كيساء قارب أي نجسوا يان أما هيس بدلن أما يسر إس بدلن سيدات أي وحى كتجي الإمام الشافعي عليه رحمة الله إيوه أحمد يغيب قدو معنا أويك القاضي أيوه حديث كان حسكنا يا وحي ليه بيه وحنوك لقاضي النبي يير وهذه نتاسد وقاردوس نتاسو بيه أما هاي سبدلان أبي يسبدل بيه بضن ونتاسد أينا وحبك قاري كريم يرانتي يا بضنانتي روحان كوكا للسرع أينا الحد وقاردي قاينا حديث كان تحديث كفوسو أروري أو قل لو وحي كسياسا قلتين وحك سياسا وبيه بضن قلتين كوحي كيرنا وبيه ير سيداسي كدير سلدا بيها ان بيير يبيضن لو كلا قاده ومذهب الجمهور
لكن waxay isku kala tagayaan biyaha yar iyo biyaha badan qiyaastood sida mesela Shafi'i iyo hadda Ahmed ay maray waxa khilaafsan Hanafiyada oo waxay leeyihiin biyaha badan waxa la yiraahdaa biyaha markii dhinacan laga dhaqaajiyo darafkan laga dhaqaajiyo darafkooda kale uu san biyaha dhaqaaqoodu gaadhay haddii dhinacan markii laga taabto dhaqaaqii uu dhanka kale gaadhayana waa biyaha qiyaastaas iyaguna mareen waxay se isku waafaqsan yihiin biyaha yar waa nijaasoobaya bimulaaqaat nijaas sidaasay ku tageen in la kala qaadana waxaan nidhi waa madhabka jumhuurta waay jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa ku tegey oo muxuu ahaay u badan mas'alada markii la yidhaahda adiladeeda haloo laabto xadiistana ha lays waafajiyo say isku waafaqayaan horta xaggee labada xadiis ay iska khilaafsayin xaggee isku haystaan biyihii hadday badan yihiinoo qullatayn iyo wax ka badan ay yihiin waa isku waafaqsan yihin soo ma inaysan nijaasa saamaynaynin way isla ogol yihiin labada xadiis waxay isku haystaan biyuhu hadday yaraadaan oo qullatayn ka yar yihiin nijaasana gaadho yay labada xadiis halkaasay iskaga hor imaanayaan daahirkooda xadiidku abi saciid wuxuu leeyahay ma daahir mise nijaasuu leeyahay ya xadiid abi saciid wuxuu leeyahay waa daahir xadiidka qullataynkuna mafhuumkiisu wuxuu leeyahay waa nijaasoobaya halkaa way horta meesha isku qabsanayaan markay saa isu qabsadaan oo jus-iyadaa isku qabsadaan baa waxaa imaanaysa ha la kala rajaxo dilaalada labada xadiis waxaa lagu kala rajaxayaa xadiidka abuu saciidin alkhudri ee yidhi ma nijaasoobaan biyuhu dilaalada uu xukumka kugu tusay waa mantuuq lanna waa caam cumuumkuna dilaaladiisu waa dilaalatu almantuuq waay xadiidka qullataynkuna dilaaladiisa uu ku tusay xukumka wixii qullatayn ka yar inay nijaasoobayaan dilaaladiisu waa mafhuumu lmukhaalafa haddii mafhuum iyo mantuuq iskhilaafana yuqadamu lmantuuqu cala almafhuum wabitaali halkaa waxaa ka soo baxay xadiidka abi saciid baa ku xoog badan jus-iyadaas oo kaga xoog badan mafhuumka xadiidka qullatayna sidaa hadday noqoto waxaa soo baxaya khulaasada iyo natiijadu noqonaysaa biyuhu xataa qullatayn hadday ka yar yihiin ma nijaasoobayaan oo nijaasada gaadhay un kuma nijaasoobayaan laakiin maxay ku nijaasoobi oo laysla ogolyah oo labada xadiidba takhsiisinay ijmaaca oo hadday isbedelaan labada xadiid biyaha badan dilaaladooda waxaa takhsiisinaya ijmaaca oo hadday biyaha badan isbedelaan waa nijaasoobaya biyaha yar inaysan nijaasoobaynin oo dilaalada xadiidka abu saciidin khudrina sidoo kale waxaa takhsiisinaya ijmaaca hadday isbedelaan hadday biyuhu isbedelaan marka meel iska dhig urkooda dhadhankooda midabkooda hadduu isbedelo oo nijaasa bedesho taa meel iska dhig ijmaaca khasisaya xadiidkeeduna waa daciif baan idhi ku soo aroray laakiin ijmaaca muctabara amaa haddayna biyihii isbedelin midabkoodii iyo dhadhankoodii awsaaftoodii aan isbedelin biyo qullatayn ka yarna ay yihiin nijaasana ay gaadhay ma isbedelayaan sida daliil ahaan raajixa waxaan dhihi laha ma nijaasoobayaan baan ka wada sida daliil ahaan raajixa maya licumuumi xadiidi abi saciidin alkhudri oo dilaaladiisu ay mantuuq tahay kana xoog badan dilaalada xadiidka qullataynka mafhuumkiisa ka xoog badan sidaasaa muxaqiqiintu marayaan wabitaali khulaasadu waxa weeye biyo oo dhan inayba isbedelaan mooye ma nijaasoobayaan warka halkaa ka qabsaday warku halkaasu gabagabo ku yahay wacan abi hurairata radia allahu canhu anna nabiya nebigu sal allau alayi wasalam rasuulku anna nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan kaajin axadukum midkiin fi lmaa'i biyihii yuusan ku ka dhex kaajin addaa'imi ee fadhiyey alladii biyahaasoo laa yajri aan soconin alladii laa yajrigaas jumladaasi waa jumla tafsiiriya oo maxay fasiraysa daa'imkay fasiraysa fi lmaa'i daa'imi biyihii fadhiyey alladii kaasoo laa yajri aan soconin waa un lagu sii cadaynaya waa lasii fasiraya uma kadibna yaqtasilu uu qabaysanayo fiihi dhexdiisa uu ku qabaysanayo markuu ku kaajana
كذب أو كذح قبي سنة يسيلي ما معنى روح أولي الجماعة الجماعة دوريه معنى روح لقى وذا وكان صومرنا إنه مخورط لديدين أنت كذح كاذب حذنا كذح قبي سات لديدين لا وضوء بين أقول مس وهذا كان نوحه للفظ البخاري بخاري لفظ يسوي لفظ البخاري أولي ماشي يلا ولفظ الترمذي ترمذي لفظ يسوي ثم يتوضأ منه أو ثم يغتسل فيه ذا أي بدل كذب وحي هاي ثم كذب نمرك وكوكاتش كذب يتوضأ وكويس قاضنا يمينه حجز وكويس قاضنا انتو كوكاتش حدنا إنه كويس قاضي يسيالي وهي معنى ولفظ الباقين بخاري يترمذي انت كسوها هاي لفظ قوض وحوي ثم يغتسل ها ثم كذبنا يغتسل منه حقي سيستك قبيسنا ثم كذبنا يغتسل هو يغتسل وقبيسنا يفيه بيته راه تنوى منه كلي يحبك الكثير منه يفيه مع فرق يودعي فرق يودعي يعوي لا يعني ثم يغتسل فيه ودحق ليد بيها إن أضحق شوه لا يغتسل منه منه نوحي ديدنتهي حتى فتولي أبو هريرة إن أضردرستاء ود قعمها صادر درسته أما أنت تجرب تأكل كي صادر درسته تسوي ذي صلا مركا من هدو وحجز فيه نوع دحجز والله ما عليك الكلام هذا معنا طيب حديث كان محوه كان ماشي حديث كان محوه ماشي أو كان هذا هو دليل شرعي لما صامرنا وصامرنا واحد دليل شرعي علماء قضاء بيها ير حديبا نكاسة تابته نجاسة مركي ساء أطابة تبوي نجاسة بيها طيب نجاسة مركي قادمة وين نجاسة بيها بيه مره يريهين قلتين كي يريهين ولا دا سيدوش وحكيف كقادة تنبالي الدوحان كقادة نبي لهم كاكو كاتشن مركز كوكا إذا كدب نأتكو ضهار قادة نيس وحلو ديني بيها إن لغود حكاتشو علشان كاديد ونجاسة هذي قادنا وين نجاسين بيها الله جه الله ينوب بيها يركع صلصي ده بيها يرئنا يمرك النجاسو بيان هذي بالنجاسة دي لقولنتو أيو حديث كقطص يا بني صلصي دلي شدين قليها نو صوت من صوت المانس لقب عيل وحيلين علذا اللود دي إن لجو علذا النهي جو وخوف التنجس وان نجاسو بيد بالجا بقية لكن وح على جيتشو هذي حديثكو هرت بيه ير يبيه بدل ما كان قادم حاجات كأنتين إن حديث كان يكاه الله يبيها ير الأنبياء دائما بيه فرقيه بحديث كده صوما بيه فرقيه هدوء الكوير نوين نقوم كران كوا بدل نوين نقوم كرانه حاجات كأنتين حديث كان يوكوس هالسنة يبيها ير تخصيص كحاجات كأنتين وامد وامد الله بعده علده إن يتهاي عصير لقى عصنا علده النهي إن العلة خوف التنجس إن يتحجج كأنتم علده إن يتح خوف الاستقدار بعد عكس إن لقرون صدوا بيها منك لو كاشو عبيتان كودي استعمال كودي ضدك أي كي يقصدان أو يقصدان تا إن علده تهيب الصورة بكرس ولكن علده إن أتجتئن علة اللي سلوا قولي هاي ما ميت كلا صورة بكرتو ماشة كوتشس بيها أنا تفسير كقوي ركوا خاصين ماشة وحكو عبد مشرو وبالتالي مرة تسيرها وحقل السروبي كتليهن نهي جنبيها الله جرب إن لوجك هاتين معناها ضو تهدد كي ينكوس واس إنه يفربنا بعد الكرمه سلاس برادير حديث كني نسق ماءها بيها ير هذيب النجاسة قعدوا إن النجاسة بيها هو مسألة اللود اللي شذي النسق ماء احتمالات كلام فربنا باكين كريه معنا طيب وفي حديث الشيخ يقول ومن ذهب عدي كتكتي إلى خبر القلتين حديث كي قلتين عدي حجي سو مرتي أو سيدو كتوس هايي قاضتي ومحيا إن بيها الله كلا قاض قلتين يوحك سياسا أو نجاسو بينين يوحك يرو نجاسو بين بالملاقاة حديث كعدي قاضتي أو مرتي حمل وحو حنباري هذا الخبر حديث كم وحو حنباري على ما دونهما قلتين كوحي كهو سيوكو حنباري أو كيا وخبر بئر بضاعة حديث بئر بضاعة أبو سعيد نوحي كحن بارين على ما بلغهما وحي قلتين كجارة جمعا كل من درت
بين الكل حديث تقامان الله كل مني هذا هو وفهم علموه والله أني وحي لي حديث كان ماشى بيها فليانكوك يلوك هاتي علشان يحوك هالله يا حديث بيها ير قلتين ككير صوبتنا وين كهسوبية حديث أبي سعيد وحن كحن بارنا عيل كبير بضاعة قصاص فنا وحن كحن بارنا بيها بدن لا ينجسه شيء بيها بدن بلقه الله سيدا سانا حديث هو العمل فلينا يو كوا يرنا وين كهسوبي كوا بدننا من كهسوبي يعني إلي إسبدلان وين سيدا سي مريان قول هذا رأيك أفتكتين وصفتين طيب لكن سيداسي وحو صعون لها أو صح نقول لها مركي للا أقول هذا حديث كان بيها فرديها كوكاتنا نهي بإنو يهي علاديس خوف تنجس سأين أني كاسو علادو إني تاي هذي للا أقول لها جمع السحب نقول لها لكن تيبان للا أقول لها أو يعني وحو يعني لقد دوتسين هذي لقد دوتسين هنا جمع عن مصعوني جمعاً مصعوني حديث كان الدلالة دي سماشك معدا حديث في هوري قلتين كي أبي سعيدنا وحن كجمعنا يسكره صوما وطريقة دي أهيد يعني وحن حوق بدن دلالة حديث كأبي سعيد باكو حوق بدن حديث كقلتين كدلالة دي سر بخصوص فيهما كيريه صوما وماشا لبدا حديث أسكوها يستانا معنا الباب باب أسعار البهائم أسباب أسعار البهائم ها حولها محو هاي هم بضوضة نيكاس نيمت كذا أيو بابو حليلا حكم كذا أيو بابو أسعار كاس وجمع سؤر جمع سؤر سؤر كان واحد إلى هذا ووحي ويالك مركا لعبو قصوحا أي سؤر لها وهم بضوضة بهائم كان مركا هذا كما وضع حولها الله بضوضة لكن وحو كوضا تقريبا وحي أن ابن آدم أهيد خاصة وحو كوضا يعني وحو الدقاك ساسو هذا استعماله باب أسعار البهائم بهائمتا هم بضو دا أيو بابي يحكم كوضا مركي بيها انتي عبان أي أفكا كقالا مطاهر بامسواني جاسو حديث ابن عمر حديث كي ابن عمر في القلتين قصة أروري لبضا قلو يدل وحو كتوسيا على نجاستها دوغاغا هم بديسو إني نكاستها يبو كتوسي وإلا هدوسن معناها كتوسين يكون وحو نقوني التحديد حديد بالقلتين اللغو حديدي في جواب السؤال سؤاشي صحابة جوابتو قلتين كحديد ونبي كو حديدي طيب عن ورودها على الماء أروريد أي كسو أروريسو السباع على الماء أي كسو أروريسو حديداتي عبثا بين نقول لهي وحان معنى لهي يعني روح وكوضة حديث قلتين كابن عمر هذا صومرنا سؤال سماه النبي ألو دقاقة فيها بنا نظف لي كسو أروري يلوي دي صومة وركاس الحيو يريد هذي قلتين بيه قادة من يتاسوها محمي شاكفة عند مر وحالة فهمية دوغاغو حول بيها أوفسو أروري كعب يؤنو نجاسين يؤنو نجاسين وإلا التوابت سيدا ما أهاتين التوابت وحي نقول لها دوغاغو وحبه من نجاسين ساس سما لكن التوابت مركين نقطي بيه وحي قلتين كبدا ما بن نجاسو بيسو بمعنى وحي فائدين يا وحي قلتين كير دوغاغو إنو نجاسين سما حديث ابن عمر صاص مركه كوغوتو سيا دوغاغو هادو بيها كعبو انو نيتاسيني خلاف كي كوتري با غيلي مركه وا بيها بيها يركوي قبي اما سيدي الرجحني محققين بدر اي مريان بيها ير يا كو بدن تونا هدينا بدلين دوغاغ كعبيا حتى هدي لي لو نيتاس ما نيتاسيني معنا سيدا اوقاف مرك الشيخ ودلشني وحوي حديث ابن عمر او في القلتين فسو اروري يدل حكتوسيا على نجاستها دغاغو اني نجاسيه والا هذيك لا تكون حو نقنيا هدينا سيده معناها اوسن كتوسي له او معناها لولا جيدين يكون حو اهنيا التحديد بالقلتين في جواب السؤال سؤال جوابته النبي قلتين كحدد
عن ورودها لو يدي على الماء عن ورودها جار مجرور السؤال شو كتعلقي صار في معنى في جواب السؤال سؤال جواب تذا عن ورودها لو يدي على الماء يكوس أروريا تحديث كاس عبثا بنقل لها هذون معناها سي أوصل ولا شيء معنى مذهب ضائفة من العلماء إن أي دقاق الدور كنا لي أفقدي عرفقدي ونجسه وحي أفقد ليان نجسوه معنى طيب لكن سيدنا هذا السورة جحني حديث أبي سعيد مكتوسي إن الماء طهور لا ينجسه شيء إني بدلان مويه أو أي عبيتان كوب بدلان أما إنتي كاري يلقطي لقلين يكوب بدلان سيدا إبيه يسكوب بدلان مويه سيدا الراجحة من نجسوه نجسوه آل لكن إبيه هذا يسبدلان من نجسوه أما هيا رادن أما بالله سيدا سورة جح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحول إذا قرت ولغ عربك قليو الكلب أيب في إناء أحدكم متكين والكيسة فليرق هذا ليو وحو أفك قليي وحي كاسو هذا يستقبل معنا وليغسله والكن هدق سبع مرار تضبق ورهدق تضبجر روح ولي مسلم مسلم باوري والنسائي النسائي باوري إذا ولغ وحل إلى هذا مركو يعني حيوان كأي يوحي لمده انتو عرب كجيريو شيغا وولي بقرنك بقاتشيو أيال إذا ولغ أي مركو جيريو متكين ويلكيس مركو عرب كجيريو أما هعبو أما عرب كيون هكو أكيه وحماشا كسو حري تاري تضبق قرنو بالكنا طيب حديث كاسيوحو فائدين وهذا ماشى الله كاني أيه حيوانات ككلب وكجدسين وحو أفك جليو ونجس نجسها هذا نقمضة الظاهرين تيسون ويكجدسين تهيو تضرب جرب على بق تضرب ضع هي عرضة لغرقي هي أحكام تير ونتجدون باب كل وصمين دون لكن هذا مهم دو وحوي اي بو وحو افك جليه ونجس ان ذا صحوان الله اي بو وحو كمدي هاي حيوانات كمدي ولكن اسيقو حكم كيس هو خاص دقاق كلا وحا كتصي حديث ابن عمر لكن اي بو كجد سيني هايو حديث كنا كتصي طيب فلماذا قاركونا وحا يوقع قياس قاتل بالك لي لهذا الحموه هاي دو فارك لكن قياس كاس قياس صحيح ما صح ضفرك ونجس لكن إن تضوجر لبقيه لقيتان كاسي واحد دليل الله ما هي تضوجر إن لبقيه واحد دليل ما علم هذا مرتين قياسا على الكلب بينها لأن نجاستهما مغلظة نجاسته ذا نجاسة علوس لكن واحد عليه أي هاس نصب له أما إسقي ضفرك إن لقيتان كود الله إسقي قياس تضوجر ما هذا لقيتان كأصلك نجاسون ولا لقي لكن تضبط أيهم باشكل أو يكسر أبغى تمام طيب أي جن نجاسة نمديسة هي إنه صن نجاسة هاي ومسألة خلافية من نجاسة مثل نجاسة ما نجاسة نمديسة ليس موافق إلى صدح رأي بعلم ذوق الكثير لما أنت ونجاس حتى لقرتيس وأنا مذهب الإمام الشافعي هي أحمد في إحدى روايتين مذهب كالوحو قبا والظاهر حتى عن أوفتي سي أفكي سوى الظاهر فإحنا نجاسل المشرك وأنا قول مالك في المشهور عنه إمام مالك باقبا الشيخ الشافعي قل يكل الوحي إليه إن أنك لقادني عن أوفتي سي أفكي سوى نجاس لكن لغرتي سيئو سيابيه سكال نجاس ما وأنا بدك أبو حنيفة في المشهور عنه هي رواية كالي أحمد وحنا تورطي شيخ الإسلام بن تيمية أي أمرك نجاس نمت كي سوى خلافية عند أهل السنة علماء ذي وين مذاهب توا ورأنا نقول علماء قولي واحد شر مالها فرفضيو وحين أقون شرون هذي مقلاه ما لها مجالس تكشف فيه ويجي الورق حصل الشيء ما مقشع ومحل مغل أيق وظاهر بالي
قليل لو عزت مشكلة هذا يستوحور وحين كور هينين علمي وكتب تكور كبرا هي مذاهب علماء يسيء وكلا تجاه قار كم إذا نوي كور هيانة لكن ملقي كرم هنا الشيعان بابا يبقى حتى كتب توي كور كان لكن هنا إذا هذا المسألة وخلافية علماء قبض بابا يبقى صاصي معنا مسألة مركي لقتها كم حال راجحة ما إنه نجاسيها الراجحة مسأينه سنجاسين بالراجحة أنت على الجارين. هرت مسألة ومسألة علمي أهل. علماء صي ووكرة تجان. مسألة أهم وإلا وش يا جوا. هذه قصيدة قصيدة كل حرف بدل مركع كده. هذا يكوت الله. هذا هو هذا الراعي. يمه في قصيدة لها. هذه دليل كل حرف بدل هذا هو الكوت الله. لكن أما كعلم أهم مسألة ومسألة أوتيرتو. تسمع. طيب. أبسط كتبت وقف ضد كهذا في فقه المقارنة. مذاهب تفقه قوضي علماء سوق بوريسة ساسي أشيكي سامسلا مركا ساسي لسوق لفسي إنو نجاسي هاي ومذهب كجمهور إنو نجاسي وسيد الله بدين وأنا سيد الراجح إله والله أعلم سيد الله حق بدين إنو نجاسي هاي لكن مذهب معتبر مالك ياتي وهذا إسكي إلى لنين ساسي معه بل قاركو ذي قوام با يعني وحويا وابا لعني كرابة قاركو قلا ساسي معه أدلو ذو مركا داركتو إن هذا الأذى والله بحين بالغية أظن أنك نقلينها يا مركز أدلة ضد قشة وحال الغية وإن أتكلم بحول مركز مسألة سلاسة معنا طيب إن حديث كالنبي أي قصة كانت صلى الله عليه وسلم هلا رقوا تضبط قرن هلا رقوا محاد وقد ضد النجاسة نيمة كيس وليها قد ضد كم مرة وحيليهم هلا رقوا كم الدودين لكن وحن كد دودين لقد لقى يا النجاسة نما ما هي الله نجو أضن صدي إنه إلهي نجو أضن صدي النجاسة نما أين نهاي نوحة كتصية نجاسة إنك عالي قصدك جور لوجور عينك أم بالزولية لكن تضوجور هلا نقو ماشى في أضن صبا كم وقت نجاسة لقى يا ما هي الله نجو أضن صدي مستدل من وتعبد وأنا غير معقول المعنى معنى هذا أنا لابد فهم كربه نجاسة معها القاسم مريم وفهم علمه اختلاف علمه اعتبار في سوري هذه يمكن كلها حبونا كل حبونا أو كطالوا طيب ثلاثة مركز سيدا سوي أما دقيتان كيو صدوم الدقي يا قبى يو يسوس عطار طيب حديث سيدا سلي له ما دام باب أقصى الصناعة حيوان كهم بضوضة وحال جد ضوضة أي جهم بدي سمني كاسة مسني كاسة ما جمهورتي سيد الله بدين هو مرهدي لي دوان نجاس ومحي قوان إنو نجاس يهي وحو صور ريوين قوليها لها يا نجاس ما أهانا وحو صور ريوين نجاس ما أهوي قوان ومالكي يدي وحي لم ساسي معه انت إنا كجد بين لفظك كسو أروري حديثك أو أهفل يريقه حضا ديو وحي حنبضع هلا ديو لفظك في صحيح مسلم بكيم لكن علماء قار كم ذا ومحدثين تاوحي تلماما يا لفظك إنو الشادية شاذك هو النوع كم ذا ضعيف كنوع كم ذا صوبت وشدود وحكومة يوحي ليه ننك الذي يتشري نن كم ذا أردود أعمش باللفظي قال لقون النقضي والرواد كالكو خلاف علي بن مصر نليلة مالك نن قاتا لقون النقضي وحشدود وحكومة يلفظي قال إساقا ابن عبد البر كالتالي ابن مندة الإمام النسائي هو إشارة يا لفظ قاسي إنه الشادي يعني فليوريقه لأن النبى لقون النقض الروادي كالكو خلافي وأنا معناها الشذوذ كاللو يقال إليه باب سؤر الهر وحو باب إياه بصد هنبضيض بصد وحي هنبيس وإن دي عبتو أفكا لقشو صورت من نجاسة مسوطاه عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت وحي أهيد تحت ابن أبي قتادة أبي قتادة ويلو دلي أيا قبي صحابية ويا بقاركو ديه قاركو دوا صحابية بليهن قارنا ويتكدو ديه طيب عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت وحيها تحت ابن أبي قتادة أبو قتادة ويلو دلي أي هوس في سايد معنى حاس في سايد بمعنى وحي ورسي أن أبا قتادة دخل إلو أسوق عليها كوركيد فسكبت مركاتي شرطي له إساقا وحي أشبتي وضوء أنبياء وكويسيس فجاءت وحاتم الهرة بصدباتهم أمام كلال
تشرب حال أي عبيس منه به حجس أي كعبيس به الله صلى الله عليه وسلم وصف رميش يال أي عبيسات أرديسة تمسى يضط فرطين كعب فأسغى مركاسو الليحيي لها إيضا الإناء أول كيبو الليحيي حتى شربت إلى إعبت أول كيبو الليحيي وأف كيبو حوغا وتشبيه سيئوغا عبت معنا قالت كفشة وحيتي فرآني هو أركي أبو قتادة أنظر أنا فيرين إليه إساك أنا محمد هاي كورنا يقايا أدو فيرين هايو يعني هو قرط مركا إنا لي أبنا أبي وجزد هايضو بصد نصين هاي فقال مركا سويحو لأتعجبين أنا ملي أبنا يا ابنة أخي ولالك يقبل يسي ملي أبنا ولالك يقبل يسميه يعني وحويا ويلكي ساقا صوما مركا وحويا صدق بويه لكن عربتها وحي تقانا يعني وحويان يا ابنة أخي ويل كان أديرك هو هاي أدير إيو وإسكرنا عنه لنقى بساطة إسكرنا هون كورده صدق أدير بقى إسكرنا مركا من هذا الباب واحد. طيب أتعجبين يا ابنة أخي فقلت وحر نعمها وقال لي يا ابنة فقال مركا سأوحر إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحر إنها يضوى بصده ليست ميسنها بنجس نكاسما إنها يضو من الطوافين كو وريق بضم بكمتا عليكم كركي نكو وريق دبضا والطوافات إيو لديك وريق دبضا الطوافين ولبك لبك وريق دبضا والطوافات إيو لديك وريق دبضا بكمتا هاي تاسوي معنا جمع مذكر إيو مذكر إيو جمع مؤنث رواح وري حديثك إستقى الخمسة شنتي باوري وقال الترمذي ترمذوح لحديث وحسن أو حسن صحيح حديث وحديث وعكله صحيحي الإمام البخاري دارقطني مالك ابن خزيمة ابن حبان بيهقي حاكم عقيلي بغوي نووي ذهبي ابن حجر شيخ الباني ابن مندى علاء قبلها وإلا النقطي لكن حديثك علما وحديث سوان أي ماذا سؤال ما صحيح جلس إنها من الطوافين عليكم والطوافات طوافين توحل إلى هذا يعني خادمك سيد كيس أؤذيك طواف إلى هذا يعني خادمك سيد كيس مرك أؤذيك هي كما أكدوا سيو مرء وحود درصداء أكيني هي مرء أكتي سكدوا هو ليها هي يعني شقدها كفو قال أمر أم بأمر لغسين كراي مروا سوغل إيه مروا كبحاي إيه مروا لتشوغوا مركا وأوب بدين محالغو الشبهي مركا بصدي سيدي خادمك إيه أذيقها قرق إذن لتشوغوا كلا يلمت أو إيكوما مفاروق إيزاوا مروا يكو سوغل إيه بحاي إيزاوا وحبي أفكا قرق ويل كبرق بيشوغتا ما كامرنا بعدهن طوافون عليكم واقيا يدغرانك مركا خدم أو كلا أذيق ياشي إنو كلا يلمت ماذا تقول تلمامسة مركا علة الحكم جاء تلمامسة روح واحد لو يري بصدو حدا يقول كأفك جلسو مني تحسينيس هو الجو يسيس ولا عبي ولا استعمالي علاه وحوي وإذا كوب بضنت هاي وإذا لتشوجيت بضنت وجوري كما فاروقش هدي اللي يلا هذا مركا ماشي أفك جلسو كقطع مشقي حرج باكوتشرا كأن هذا الجو يروح كلوه شقارها يقول شقينا هاي ماشي وقعنت جريء ماشي أفك جريء استبع سو مشقي حرج ما بصدي مركا وأليجو أو كلوا وح كاف كرجه ما بحب علة الحكم بمركز تلماميسا من الطوافين عليكم والطوافات ساس ثلاثة أربع علماء قاركوا وح وقال قياس قاسم بصدى حيوانات ككلي حيوانات كجريها تشوجع إن مرنا إن احتراز كذي إسك إلى علم صادو أي أركته بصدى وقال قياس قاسم وأنا علم إيش وكل شيء تو هذه علاه يدا اللور رخصية أيتها هي جوري جيبين كده بحاجة حيوانات كلامي تقارن نواصف وحي أفك الجليان هي دي أم باللغة قياس قادم علاه سانة لغة بسياج ومعه حديث كان واحد للشري علماء القبسة بالصدى هم بدأ يدو إلي طاهر طاهر أفك يدونه طاهر شافعي يغير كيبان كمل علماء يدا أوزاعي الثوري أحمد مالك ابن منذر إسحاق أبو عبيد يصحاب الرأي أبو حنيفة مويه جمهور تسكده علماء بضن كوت باقوة بصده إنه ظاهر أفكر ظاهر
xataa ninjaasooyinka waxa cunta oo de waxay dishay iyo cayayaan ay qabsatay iyo dhiig iyo waxun bay afka kula jirtaa. Laakiin adiga dantaada maa afkeeda haddii marka aada nijaaso ku arkayso ay weelka gelinaysana ood nijaasadii ka heshana waa laga dhaqay, oo de nijaasada darteed baa loo dhaqay. Ama iyada afkeeda hadday nijaaso cuntay candhuuf baa ka dambayso oo afkii waxbaa marahay oo xaalad kale wa saas maa. Marka inayna nijaaso ahayn waa sida loo badiyay. أبو حنيفة علماء قار كم إذا واحد كتغيان إن نجاسة هاي وحين دلي سنة يعني حديث ضعيف ونصغنين هل حديث بس تشرة ونصغن حديث أبو داود يترمي غيفة من حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب وإذا ولغ الهر غسل مرة بصد هذي ويلك أفكى جلس هل مربى لنقل حديث كاسي علماء قالوا المحدثين تصحيحين إياه حديث حديث الله أقول هذانا كان يأسوي إسكامه رمانا إياه وما حيكت وحي لغو جمعين كرا إلا إلا هذا حديث كان أبو قتادنا وحال لغو حنبار إياه إنين لازم أهاي النكاسنا حديث كان هل مر هل بقانا وحال لغو حنبار إياه سيدا في عنا سيدا في عنا لإسكامه لكن لازم ما سيدا سألو هذا حديث ليسوكي لك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيكور أنه النبي كان إلوها يصغي مدلحية إلى الهرة بصد حق هذا الإناء أول كل إنشري حتى تشرب إلى أي كعب ثم كدمنا يتوضأ ويسنشري بفضلها همبض هذا وحي صور يبتيب كويس سنشري النبي صلى الله عليه وسلم رواه وري الدار رواه الدارقطني دارقطني بحديث وريه حديث كاسي ضعيف بل ضعيف جدا ما صدقنا انه النبي انتو ويل قل لي اي كعبتي ما صدقنا الذي سنا وحوي لو الطريق بكوي لو الطريق بل لو انه متروك كجرا طريق وحا كجرا عبد الله بن سعيد المقبري او متروك كجرا طريق اللبان وحا كجرا محمد بن عمرو الواقدي او اسغنا ضعيف عبد العمر الواقدي ايا كجرا اسغنا يعني ضعيف سيدة سرادة إمام الدار قطني حديث كمركو وريه موسى كأموسين وضعيفي موسى كأموسين وضعيفي شيخنا مؤلفك وحاسي عنايد على أقل تقدير هدو حديثك الشيخ عدي وريسي حكم كيسان إنو سنك إيماني وأنا ميلها لقوم ملاحظين كم تامعنا وإمام الدار قطني عليه رحمة الله حديث كمركو وريه وحيد قال أبو بكر يعقوب هذا أبو يوسف القاضي وعبد الرب هو عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف من كاسو ضعيفيه وحديث كان ضعفي جسوكم وشيء بركة وحي أهيد إنه على أقل تقدير إنت أقدر أصوك قريه إنه دار قدني حديثك وضعيفيه سنة. طيب باب اعتبار العدد لكن وحن كيكا تومينا حديثك معنيه سا كهرائنا كافلا صوما كهرائنا كافلا كان يسايا ضعفي جسو دمال. باب اعتبار العدد في الولوغ أبواب التطهير النجاسات مين غري نجاسوين كطاهرين توضع أبواب سيديو وذكر ما نص عليه منها يوحي لعديو سعة ونص قصو أراري وكم إذا نجاسوين طاهرين توضع. باب اعتبار العدد عدد اعتبارين تيسو باغيها في الولوغ قليتانك لحدة في الولوغ قليتانك وإيه أفك ويلك قليل عدد أما ترى إلا تقيو تاسي اعتبار تذي إن وحك سوقال لذا أيو باوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي إذا قرتي شرب أو عبد الكلب أيو في إناء أحدكم متكي ويلكي سمدحدي سمركو كعبو فليغسله هردق السبع عن تضبه هردق تضبه هردق متفق عليه. ولأحمد أحمد حاوسنا ذو مسلم يا مسلم طهور إناء أحدكم متكي ويلكي سمدحدي ظاهرينتيس أما ظاهر نقشديس وحوي إذا قرتي ولقى أفكى قري فيه تحدث الكلب أن يغسله إن رقه سبع مرات تضبقر أولاهن مد أبوه الرئيسنة بقمد أبوه الرئيسنة بالتراب عراء قرر حديث كالسيدو كلمالك يا شافعي يا نسائي الماجة وصو ساري أمحوها هاي وريي حديث كالسيوحو تلمامي أو شيقي حديث أبو هريرة وصومرني أيجني شاسني ودي سبعن كوان كسر هذا، لكن هذا مش محلوك يعني.
eyga wuxuu afka geliyo markii la dhaqayo toddoba goor in la dhaqo ku tusaya. sidaana waxaa qaba jumhuurul culamaa, badankood baa sidaa ku tegey, dhaqidda toddobadii inay laazim tahay oo ka yar uusan ku daahir noqonaynin. siyaado qaar baa ku dari doono oo xadiiska soo socda, mar sideedaad buu ku dari doona, dhaqma sideedaad ayuu ku dari doona macna. toddoba goor in la dhaqayo waxaa khilaafay xanafiyada oo waxay yidhaahdeen yacani saddex goor baa la dhaqi karaa. war xadiiskan maxaad ku khilaaftee? waxay yidhaahdeen abu hureyre xadiiska warinaya laftiisa baa waxaa laga hayaa saddex goor inuu dhaqi jiray. ma abu hureyre raacisa mise xadiiskaas raacisa? waa masalada la yidhahdo marka masale usuuliya, qaacida usuuliya u noqonaya oo xanafiyada iyo madaahibta kale isku khilaafsan yihin. qaacidadaasi waxa weeye, idaa khaalafa araawi bima rawaa cinda aljumhuur alcibratu bima rawaa laa bima ra'aa waay soo ma, raawigu xadiisku wariyey hadduu khilaafo ficilkiisa ama fatwadiisuba khilaafto. jumhuurtu waxay qabaan waxaa la qabsanayaa xadiisku wariyey ee isaga ficilkiisa iyo ra'yigiisa la qabsan maayo. xanafiyaduse maxay qabaan? alcibratu bima ra'aa laa bima rawaa bay leeyihin. ra'yigiisa iyo wixii fiqi isaga la qumana lagu arkay unbaa la raaci, maxaa yeele waxaa dhici kartay leeyihin xadiisku inuu markii dambe laba qumanaan waayeba ama agtiisaba ka sugnaan waay, marka wixii isaga uu sameeyey unbaa la qaadan bay leeyihin. saas daraaddeed waxay leeyihin abu hurayra ficilkiisii saddex buu ahaa, mar hadduu ficilkiisii xadiiska khilaafayna ficilkiisaan qabsanayna. marka adiga hala yaabin markaad aragto xanafiye oo meeshaa mara, xanafiye xadiiskii bay ku tumatay hadhiin, maysan qawaacidu listidlaal baa laysku khilaafay. haddaad fahanto qawaacidda istidlaalka ee a'imadu isku khilaafayaanna iyo sida ay wax u kala deliishanayaanna, wax badan baa culayskiisu kaa fududaanaya. haddii kale waxa weeyaan cilmu lqaliili he yuqalqilu saaxiba, haddaad waxoogaa yar haysato, intaad yartee taqaanay unbaa dadka oo dhan doonaysa inaad ku caburiso. intii yarayd waa safiine, hadda goor baan idin sheegay safiinaha inta naloo akriyay ba salaada ruuxu markuu tukanahay safiine waxaan ahayn maan akrisan. marka ruux markuu salaada tukanahayo safiine miisaankiisaan saaraya. waxaan leeyahay ruuxani safiinuhu sidan uu lahaayo maxay salaadiisa u khilaaftay? waxaan safiine ahayn markaa ma aqaano. marka dadka haddaad safiine u wada saarto dhib baan ku qabsanay. waa inaad ogoshahay istidlaalaadka a'imada iyo say isu khilaafeen iyo cala aqali taqdiir waxay kaa fududaynaysaa inaad dadka iska saarto wixii ku khilaafay axkaam saarto, taasi wax badan kaa fududaynaysa. saas wa fiqiga la yidhahdo fiqulmuqaaranka iyo istidlaalaadkuna yacni waxa weye fawaa'ideeda qayb ka mid way macna. marka xanafiyadu xadiidka waa khilaafeen laakiin asalkaasi ku khilaafeen, garawsho ma leeyihiin min xayu listidlaal iyo fiqigoodii iyo fahamkoodii ijtihaadkooda ma'juuriin bay ku yihiin. ama ka masale ahaan waa lagaga xoog badan yahy, intaan dhihi karnana waa intaa waa laga xoog badan yahy waana la khilaafi laakiin lagu kalax tegi maayo. saas wey macna masaladaasi waa taa. masalada labaadi waxa weeye oo cadadkaa wey taa iyada, masalada cadadka la dhaqayo taa iyada wey. waxaa kaloo xadiidka uu faa'iidaynayaa in carro lagu dhaqo, iyadana waa masale khilaafiya, carro lagu dhaqo. fuqahada qaarkood waxay leeyihiin carro lagu dhaqi maayo biyo basaa lagu gaabsanaya. oo maxaad xadiidkan u khilaafteen? waxay yidhahdeen riwaayaadka carrada sheegayaa iskhilaafo waa mudarib waaba daciifba, xadiidka toddobada unbaa saxa, laakiin carradu riwaayaadkeedu way iskhilaafeen. mid waxay tidhi dhaqmada ugu horraysa ku dara, midna waxay tidhi midda ugu dambaysa, mid waxay tidhi saabacada, mid waxay tidhi saaminada. marka riwaayaadkaas waa mudarib, agtanada ma sugnay dheh, biyo umaan markaa isticmaalayna. laakiin sida sawaabka waxa weeye riwaayaadka ku soo arooray carro in lagu dhaqo iyo carradu meeshay gelayso awood ahaan ma sinna, ilaan idiraabka waxaa la yidhahdaa markay isku awood yihiin soo ma, awood ahaan ma sinna. waxaa xoog badan riwaayada dhahaysa ulaahunna bituraab, midda ugu horraysa carro ka dhiga. waxay kaga xoog badan tahay dhanka ruwaadda warisay oo badan iyo dhanka xifdiga oy ka xifdi badan yihiin kuwa khilaafa,
أخراهن ويكحوا بدين إحداهن وضعيف ها ثامنة له حديث قال يقول صارت وتجدونه ساس تراد يدو حراجحة إن عرض له قد ريو عرضنا أي رقم هذا أقول رزقليس ساس راجح وحق هذا معنى طيب رقم هذا أقول الرئيس إن الجليس سيدا سحق بدن أو لفظ بجاس سحق بدن أما قوة ضمبئ إن الجليو ولا جحق بدن يهاي لفظ يقص عروه وعن عبد الله بن مغفل قال وقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوح وأمري علماء رجاء شو هاي رجاء طبوه وياهم ضم معاصرينه وأيجا يعرف تيسي أفكيسة محوه هاي كسمي تحاليل كسمي وحيليهن عرف كيسي أفكيسي وحي حمبارسيهن بكتيريا بكتيريا ذا سوح إليهن وحاد دلاؤه كلية تعرضة حتى وحيالها كانت تكيمي كذا مدي لكتيني لكن عرضة بش وتقريبا طبقة معاصر كاوه طبقة معاصر كاسرة المامي صدر هذا الباء يعني وحي إليهن حديث كان يوحو كمي لهي معجزات علمي النبي صلوات ربه وسلامه سيداتي كتريا طيب وعن عبد الله بن المغفل قال وحوري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو أمري بقتل الكلاب أيضا لا ينتظر أمر أيضا هل الله يريد صوبت كل من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالله بلنصنع يزوج جبريل أي بلنصنعهم أي جبريل إمام وهي وقت بلنصنع مرضا بمركز السلام بولور وجبريل سونك بلنصنع لهم حد يقول إمامه تي أي بقول كتير على يقول يقول أي يربى بيش يقول بوجه ميل أي كتير أنا نقول مصدق الله دان ملاكين مركز هو أمر أيد هل الله أيد هل الله ابن رسول الله أمر بقتل الكلاب ثم مركز كذب وقال وحول أمركز بحي كذب وحول ما بالهم وبال الكلاب حال قاضي حال كأيد محول يجي أي محاك على قلبه ضدك أيد محاك على محاك الله يسنا يعني بمعنى ونسقوا أمر كيف هو ولا بدليه لا يظلم أحد ومحايدين كجلوا كلاذ بيمر محايدين كجلاذ بيس دايو بيمر الدليل ما بالهم وبال الكلاب ضدك حال كود محيه أيد حال كود محاك على جلوا والله يسنيه ثم كذب من الرخص النبي بوح الرصي في كلب السيد أقعد أيجد أيجل أقعد صل وكلب الغنم هي أرجع أيج إلى عليا أريقة أيجي سواء أريقة يعني أيجة إلى اليوم كوارديا هاي حيوانات وقال وحول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرتي ولقى أفكى قلي الكلب أيجو في الإناء والك فاغسلوه رق سبع مرات تضوق ورق وعفروه كتش تشبية الثامنة مدة سديدان مركز سديدان بالتراب عرض كتش تشبية رواه الجماعة جماعة باورية إلا الترمذية والبخارية موية بخارية الترمذي موية جماعة باورية حديث كان عبد الله بن المغفل دقيتان ككتب يا مركز سيديرات مرم بضم باكوشة ووحي القاركود لي حديث كاسي روايات ككالتي حديث كو خلافة وكتب يا تضبا كتب يا مدى كوباد اوه الرسان عرقا سيديرات بكردي حديث مدى سيديرات لقاتي كو عرانا وحاكا لازم يزمد سقالات قصر لأن ميد دي سيدادات هابي عرر لغا ديكو سو عرر ديوال كين لغا دقما ميد سقالات بي لازم سن بيليك ساس دراد الحديث كان ويد دورين قاركوت كب أحمد يا مركز ميل بيكا سو عرر لكن إمام أحمد برواية عن مالك با كتغي إن دقموين كان لغا ديكو سيداد وحديث كان عبد الله بن غفل بي قفصدين الإمام الشافعي عليه رحمة الله إساقه وكعدر دارته حديث كان عبد الله بن المغفل قوحه هو بوايسي حديث أميد السيدة العقرق كتشبية إنه سوغنته وحوه لأنه ما هو ساس براد الحديث كان إسكعب بان قفصن بوله الإمام الشافعي عليه رحمة الله طيب مركة ضد بضن باكتشبت حديث عبد الله بن المغفل سوغنان تيدنا قاربا كدودية قال نوحي الحديث هو حديث مستقل ومضح بنانه isagi yakii hore yaan dood laga dhaxeysiin oo yaan la isku dhufan sidana ila banaan tan sidana loo wal isticmaali kara sidana wal isticmaali kara halkaas ay marinaa maxaa wa fi riwayati li muslim waxa uu sunaa fi riwayati riwayada xad waxa uu li muslim ayda wa u tagi doona ayda ya arimaha hadii barnaamijkeedu wa u tagi doona
لكن هذا مقصودكم ما كان راعينا طاب كان مقصودك الله كان يوحوي يعني أي جمرك الله دقيه وحو أفكك قليه ترى ذي الله دقيه انت قرب الله دقيه انت أبو هذا ما شو كنسل وفي رواية رواية كلا دحد واحد يقول لمسلم أسقنات ورخص النبي وحو الرقسي في كلب الغنم أيجا أرجع أرجع أيجيس و أيجا أرجع إلى عليه والصيد هي أجارسجا أما أجار لا أيجير أما أجارسجا أيجير أو أيجا لغو أجارسلو أجار لغو درو ساقط والزرع هي بيرتا يعني أيجير وكلب زرع هي أيجا بيرتا إلى عليه سجن سد حراس النبي بالرخصي صلوات ربي وسلامه حال جوده ورخصي وحور رخصي oo ruqsadu ay ku saabsan tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu reebay eeyda in la yeesho oo la kaydsado oo ay ku joogan oo wuxuu yiri ninkii ay yeesha oo kaydsada oo dhaqada ajirkiisa maalinkiiba waxa laga nusqaaminayaa wax leeg qiraad qayb weyn ba ajirkiisa maalin walba ku aysa سياس برادت أيده لما كيسن كرو لما نهيسن كرو لما نتقن كرو لكن وحنا النبي بالرخصية وكسر ربيعه وكسر ربيع الله هيسن كرا وصدق ذلك أيجا هو هاي أرجع إلى عليا ميت كلوجو أقار سدي معلم كأقار السوق بتر لوجو ديره هي ميت كإلى عليا بيره هذه واحد من هذا أيجي مركزي باهي لوجو مرمي أما واردي أما وحنا لوجو مرمي بس أنا ده في هذا باب كأنما وأنا أتجد دونا إن شاء الله تعالى أيده إيه أحكام في هذا باب قولي وكو كيني دونا لكن مقصودك هذا وإنت هرؤ أه أيه وحو أفك قليه إنت قرب الله نقيا إنت هذا مقصودك هذا أما أحكامتك له ما يشارك إيمان دونا تابيد الله تبارك وتعالى باب الحد والقرص والعفو عن الأثر بعدهما وحو باب يهي الحد تشبنتي waxaan jeedaa babul hadd xuqidii bu babuye nichaasada laga xaqo meeshay gaadhay si macnaha muqaalkeeda iyo muxuu ahaay aynteeda loo soo dhig wal qarsi iyo jijibinti inta la qoyo faraha fiidooda insa loogu jijibiyo yaani wax weeyaan ayaa la yiraahdaa qarsiga la yiraahdaa بمعنى حتق وحقد قرص بنا انتلقوا يقول لسكو تشبيه لسكو معنى يعني لسكو على اليوم طيب والعفو يعفين دافس عن الأثر نتاسد الرات كيدي اللي يسكر دافو بعدهما حتق إيا قرصك كده مركي لحقه هذا نبي انتلقوا شو بلقوا تشبيه marka kadib hadii raadkiisi muuqdo la kari waayo waa caf taas macna midabkiisa si muuqdo ama urkiisa si muuqdo ama dadankiisa yaani jasada si jira waana yaani laga shaqeeyo waa la kari waayo marka kadib wal cafu an athari an athari baadhuma waan raadka soo haray waan an asma binti abi bakr qalat wa hayti jaad wa hatim imra'atun ba ila nabiy utim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qalat wa hayti ihdana midanna حدانا مدى يعني دمر كمدى كمدى يصيب وحى أصيب النبي الله ثوبها مرد يدى وحى أصيب من دم الحيضة حيضة ليك يدى وحكى أصيب وحكى سوكارا كيف تصنع سيبسا عينس إحدانا مدى يؤو يصيب وأصيب يثوبها من دم الحيضة ليك حيض كقاركي وأصيب يو كيف تصنع سيبسا عينس به مرد سيبسا عينس مرضى ديكو قاري وعاددو قاري سيبه يلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ويحقي تحكه تحكه ابن خزيمة الزوري وأنا بمعنى تحته حتق بمعنى الحكي وحقد سيعين تلوزوري ثم كذبنا تقرصه ويتشبن بالماء بيه كتشبنس qarsigana waa naga soo sheegno waa meesha dhiigu ku yaalo in faraha si dooda lagu xuq lagu jijibiyo si muxuu ahaayay dhiigi marada dhex galay ay biyuhu u gaaraan
saas macnaa nijaasadii mar meesha dhex gashay si biyuhu uga dabagalaan oo meeshii u gaadhaan ayaa laga wadaa taqrusuhu bilmaa, yani waa jijibinta biyaha lagu jijibiyay. ثم كذبنا تنضحه ويدقيسا أي تغسله سيد الخطابي ابن حجر يمريا مركا كذبنا مركا يبيير انت يكشب أي كتش تشبيسو تنضحه بيه بالنابة يكشب يسا مركا سا يكون دقيسا ويراعين إذا مركا معنا. ثم كذبنا تصلي ويتكني فيه مرضى لحيز كتكنيس متفق عليه. طيب حديث كاسي وحوين وفا إليه وانا حديث وترجمة كقاسيه nijaasadu markay meesha gaadho dhiiggu ka hadlay, laakiin nijaasada kalena uu uga qiyaas qaadanaya. Waa in la xaqo biyaha lagu jijibiyo si ay u gaadhaan meeshii ay galeen nijaasadu gaadhay, kadibna biyo lagu shubo oo lagu daahiriyo. Wa fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi daliilun daliil calaa anna dama alxaydi dhiigga xaydku laa yucfaa inaan la cafiyeynin can yasiirihi intiisa yar wa in qallah way yaraadee, saasuu daliil wey. dhiigga caadada hadda intiisa yar inaan la dhaafaynin in la dhaqa in laazimto, taasuu daliil wey. licumuumihi xadiidka cumuumkiisa darteed xageen ka qaadanaynaa xataa inta yar in la dhaqayo? waxaan ka qaadanaynaa nebigu ma kala qaadin, xadiiskuna waa camimay sooma, xadiisku ma kala qaadin wax yar iyo wax badan, cumuumkiisaa kutusi marka. wa anna ahaarata asutrati, waxaa kaloo xadiisku uu ku tusayaa buli sheekhu, wa anna ahaarata asutrati asturka daahirnimadiisu شرط وشرط للصلاة صلاة شرط بؤية سترة الحكا ولا بمعنى مرض عورض هذا أستريس إيه صلاة أتكت كان يسوى سترة صلاة كولا إيه سترة اللي سهر لجا هي مرك صلاة اللي تكنا يكمل وضوء راس معنى. وأن طهارة السترة مرض عورض أتكو أستريس وطاهر لماذا يدو شرط إن يتاه للصلاة صلاة إن شرط أتهينا مثلا أنا حديث كون كفاية سنة وعجين كفاية سنة maradii dhiiggu gaadhay ilaa laga daahiriyo yaa lagu tukani ba xadiis ka muuqata soo ma, taana waa ka faa'iidaysan. waxaa kaloo ka faa'iidaysanna wa anna hadihi najaasati nijaasadan wa amhaalaha iyo nijaasooyinka lamid a laa yuctabaru yani lama ictibaariyo fiiha dhexdeed turaabun cara lama ictibaariyo, taana waa laga faa'iidaysan, walaa cadadun tirana lama ictibaariyo, la fiirin maayo nijaasada noocana iyo nijaasooyinka lamidka ah tiro go-anna ha la dhaqa la dhihi maayo oo kuma soo aroorin, caraha lagu darana la dhihi maayo oo kuma soo aroorin. meesha waxaan ka fahmnay tirada iyo caraduba eyga nijaasadiisi khaas ku tahay, maxaa yeelay nijaasadii la dhaqaya nebigu ma dhihin cara ku dar, intaasoo goor dhaqanna ma dhihin, nijaasooyinka kalena tanay lamid taha wey macna. waxaa kaloon ka faa'iidaysanna xadiidku ku tusaya wa anna almaa'a biyuhu mutacayinun waa mid caynoobay oo khaas ku ah لإزالة النجاسة نجاسة سولين تير وحاكلون الحديث كان كفا إذا سننا نجاسة هذا يتماد وحا الله استعماله اللغة الزولية وأنبيو وحاكلون زولين كرمتشرو كانوا كفا إذا سننا حقين كقاذن لي وحان كقاذن النبي ومركي يقبلوه كوي لهذا المرض يسيرون بقناء إدهان بيو أنكو بقى بيو أنبو أشيء وحاكلون الظاهرية هدو تشير وأشيء لابو لي ساسو دلشاني marka waxa wax daahiriyo waa unbiyo. mas'aladaasi baab kalu u samayn doonaa soo socdo, maxaa wax lagu daahiriyaa markuu nijaasoobaan baab buu soo wadaa macna. wacan abi hurayrata radia allahu canhu anna khawlata binti yasaar gabadha iyada qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiw laysa lii iima sugnaanin ilaa thawbun waaxidun hal mara mooye wa ana aniguna axiidu waan ku xayla fiihi maradaa dhexeeda caadadaa iga timaado anuu qaba ayaan maradaasi yani ku caadoodaa. ayib طبعا دي مركي اي عادة ترى دي مرضي اي قبتي ويو عادة دي باقاري با سوا صحابة دون دار بضان متشيرينو ميد بابا مرا مرضا هيست ميدو عابة تيرينو حتى مرق ومانو تشير كيدو وذا قاعدة بعد هيسلم. قال وحيو للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهورتي هذي ظاهر نغط وليقو كاكو فاغسلي دق موضع الدم ليق ماشو كسو بحي دق ها ماي موضع الدم dhiigga meeshiisa marada uu ka gaadhay dhaq, saas wey macna meesha marada uu dhiiggu ka gaadhay maradii bay rabtaa marada meesha dhiiggu ka gaadhay meeshaas dhaq. summa kadibna sallii ku tuko fiihi maradaa dhexeeda ku tuko kadibna ku dhexto. qaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay in lam yakhruj haduusan bixin aharuhu dhiiggii raadkiisu haduusan bixinna
dhiigga raadkiisii muuqaalkiisii urkiisii raadkiisii hadduu bixi waayo ka war. qaala nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam, yakfiiki waxaa kugu filan almaau biyo, walaa yaduruka kuma dhibayo atharuhu raadkiisuna kuma dhibayo. biyaha kugu filan, biyaha haddaad ku dhaqdo wixii aad keri weydood raadkiisa ah dhib male kuma dhibaya. rawa axmed axmed baa wariyey, waa abu daawuud baa wariyey, kadalika bayhaqi baa wariyey. xadiidkani sixadiisa waa lagu muransan yahay oo culimmada daciifisa waxaa ka mid a alimaamu nawowi ibnu mulaqin ibnu xajar fii sanadihi, isagana wuu daciifiyey bulughulmaraamka, tirmidi markuu u nisbeeyey kadib, laakiin xadiidka tirmidi ma warinin, wahmi weeye xadiidku, laakiin sida raajixa wuu sugan yahay. sheekh albanina caleyh raxmatullah cadad min kutubihi buu ku saxiixiyey, waa xadiis sugan wa. wacan mucaadata, waxaa laga warinayaa mucaadata radi allahu canha, qaalad waxay tidhi, ardayadii waxay ahayd caaisha, qaalad waxay tidhi, sa'altu anigu wuxuu ii qorayaa can mucaadin, hadduu saa idin qorayo sax maaha, can mucaadata waa sax, mucaadata ibnu cabdiraxmaan oo caaisha ardayadeeda asbaabiciyadeed. wacan mucaadata qaalad waxay tidhi, sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radi allahu canha, anil xaa'idi maan weydiiyey haweenayda caadada qabta, taasoo yusiibu uu asiibayo thawbaha maradeeda, addamu dhiiggu uu gaadhayo asiibay. qaalad waxay tidhi, taqsiluhu way dhaqaysaa, fa in lam yadhab hadduusan tegin atharuhu dhiigga raadkiisii hadduusan tegin, markii la dhaqo kadib, faltughayirhu raadkii ha bedasho, bishay-un wuxuun ha ku dooriso oo min sufratin jaalla ah, min sufratin midab jaalla ah, zacfaraanka iyo warsigii midabadaas jaallaha ah ha ku bedasho, saasay tilmaamay. bimacnaa waxa weeye dhiiggan meesha ka muuqday la keri waayey, calaa qali taqdiir haddaa si kale u keri weyday midab kale meesha saar si uun raadkiisi uun uu tirtirmo iyo midabkiisi macna. qaalad waxay tidhi, walaqad kuntu waxaan ahaabay tidhi, axiidu mid xaysha cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, halaaa xiyadin saddex xayd baan xaydi jiray bi jamiican wada jir, laa aqsilu xaalaana dhaqayn lii aniga thawban wax mara aana dhaqayn, lii aniga xaaru ii sugnaaday thawban mara aana dhaqayni bi jir, saas macna. waxaa dhici jirtay saddex caado inay imaraan oo wada jir oo mid walba waqtigeedii timid, maradii aan qabayna aanan dhaqaynin dabcan garo oo dee markaa waxay ka wadaa haweenaydu marada ay qabto markay caadada qabto, caadadu markay ku dhacayso maraday qabto, haddaynan markaa ogeyn inay gaadhay dhiiggu gaadhay inay dhaqda laazim kuma, laana saan soo tilmaanay waxay isticmaali jireen waxyaale ay dhiigga isaga dhowraan soo ma, oo karma iyo waxyaala noocaas oo kale. marka maradu dhaqmadeedu waxay waajibin markaad ogaatay inay gaadhay dhiiggii mar inuu gaadhay markay ogaato markaa bay dhaq, amaa waan qabay waan ka shakisnahay amaa wax gaadheen ka bax warkaasoo dhan shaki, waa shakigaasi saamayn maa. waxaa kaloo laga fahmay dhididkeeduna markay caadada qabto inuusan marada nijaasaynayn, nijaasana maa, waxa wax nijaasaynaya waa dhiigga iyo meeshuu gaadho bas, saasu macnaa. axaadiistan muxuu u daliishaday sheekh? wuxuu u daliishaday haddii dhiiggii la dhaqo oo la xoqo oo lagu dadaalo oo zuulintiisa laysku taxallujiyo lana keri waayo, wixii markaa zuuli waaye ee asar ah faraha laga qaadaya, sidiisaa laysaga daynay, haa maradiina waa la isticmaalayaa macna, sidaas wey. xadiidka abu daawuud, rawaahu abu daawuud baa wariyey, xadiisku waa sugan yahay, turuq iyo mutaabacaad buu sheekh albani caleyh raxmatullah ku saxiixiyey, waana xadiis sugan wa. alimaamu shaafici baa xadiidkan ku tegay macnihiisa in ay muxuu ahaayey ayna laasim ahayn, laakiin waxa uu maray haddii shay adag la heli karo oo lagu xoqo shaygaa adag hala isticmaalo xataa hadday gacantu zuulin weyd, saasu macna oo laasim buu ka dhigay. waana ku tusaya xadiidu umu qays, xadiidu umu qays oo sugan oo axmed iyo ahlu sunanka ay soo saareen tirmidi mooye oo saxiix, oo nebigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi xadiidu umu qays binti mixsan, xukiihi bidalcin buu ku yidhi, bisalcin waqsiliihi bimaain wa sidr, waxay yidhi ku xoq dhiiggu meeshuu gaadhay waxaad ku xoqdaa bisalcin, salciga waxaa la yidhahdaa waa dhagax, dhagax ku qaado ku xoq, kadibna waxaad ku dhaqdaa biyo iyo gob ku dhaq, gobkuna waa saabuunta oo kale wa, saabuuntii waagaas wa. marka dhagax ku qaado wuxuun isku day markii hore gacanta u isticmaala leh, hadduu dabcan ay zuuli weydo dhagax iyo wax adag ku isticmaalo ku xoq, kadibna saabuun iyo waxaad heli karta ku dhaq, intaa kadib haddii asarkii raadku zuuli waayo markaasi waxa weeye maradiina loo tuuri maayo, maradana la goyn maayo, waxa weeye macfi weye markaas, cafi weeye, saas iyadaa baa loo isticmaalay. laakiin sida caaisha radiallahu canha ay tilmaamayso, waxoogaa dhiiggaa meesha ka muuqda
baa suuradiisu xun tahay midab kale xataa hala saaro, midab kale xataa jaalla kor ka saar. Taasay xoogaa yaro muujinaysa. Baabu tacayuni lmaai, هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.